البيت كله وجعت الجليات. بدك شيء ثاني امي؟ لا روحي اتحممي. يلا رايحه. سمور نعيما سلام. ليش هيك نايط؟ ما بدك كثير فهم الشغلة، صار لك ساعة عالسلم، ما كنت تقدر تتحش البوري بالكوع. ما تعمي، هلا أنا مبسوط وواقف هيك عالسلم، إذا يتجرحت وما كان يفوت البوري بالمدخنة. ما تعمي، كيف كنتوا مركبين السنة الماضية؟ انزل، أنا بطلع بظبطه، انزل. استني استني شوي مرت عمي. نجرب، بجوز مو من هالجنب، من هالجنب. نجرب ما بنخسر شيء. أحمد مسك له السلم منيح ليوم يرش حار من البوري. لا تخافي أمي نظفهم منيح، انتلت الحارة شحار منهم. بعرف من فلاحتك معطل لي الدنيا شحار وخليتني اتخانق مع الجيران لأنه الدرج صار كلياته شحار. وقفت هالشرشوحة من خالد الله لا يوجه للخير قضية اللي عملته فيني، بحتت لي براس الدرج اتخانقت أنا وياها. لك عصوا منيح من هون، شوفوا فات منيح مشي حاله. على مهلك 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 شو صار لكم انتو دقيقة خلاص شب بينات الحيط معكم تعالوا تمسكوا شوي شكوا الفكا مهلك مهلك جلسني يا اخي بده يفوت بده يفوت البوري يا علي مهلك خليني ارد اغسل شوي شوي قري اعطيني الاسلاك المعدني سي هي اللي تعطيك فوت هذا الفراغ هيك يا حمام انت هانك بنت عمي كثير شوي كان فرحان هلا بنطلع علي لك ليش هيك؟ ليش هيك وسختوا لي الدنيا؟ شبين قد الحيط ما بتعرفوا الدكو بوري الله يرحمك يا ابو احمد نص ساعة كان يفكها وينفضها وينظف لي اياها ويدك البوري نص ساعة؟ ايه انا بدكه بدقيقة احمد هات بوري لقول له ايه فالهوي لانك سمعت؟ تعي شوفي الشوفة تعي احمد ناول لي هالبوري قاعد يا هوي جيت امي جيت وين اجا يعني؟ فرحان افندي وقع من على السلم ووقع البوري ولك ما في الاراضي شححي، روحي جيبي الصدر وممسحه وتعي امسحي لي. امي شو انت؟ نزلت من الحمام. ماشي الحال. يلا يا سمر روحي جيبي الممسحه يا سمر واغسلي يا سمر وامسحي يا سمر ولا بتحممي يا سمر. كيفها؟ لا عظيمي ما هيك مرت عمي؟ ماشي حالها، بس حطتانا هون مو عاجبني، لو حطيت لي اياها هون بهالقرنة، هيك صارت كثير قريبة من الشباك. لا مرت عمي حطتانا هون أحسن، هيك بتقتل البرد الجاي من الشباك ومن الشباك. لا مو صحيح، بهالقرنة أحسن لأن البواري بيكونوا طوال وبندفى أكثر، شايفت لك السنة رح نموت من البرد والسقاعي، سمار شو صار بالقهوة أمي؟ جاي أمي جاي. تسلموا إيديكي. بعت لي حمى اليوم مسحتك البيت مرتين معلش امي وتغسلت مرتين كمان نعيمه نعم عليكي عوض لساتها نايمه ايه لساتها نايمه مسكينه كانت مستثقله كثير فيق لك اياها امي لا خليها نايمه اتركيها ترتاح اي حرام قولي على قلبي ان شاء الله لك شبك انت بتضل عم تتصفن شوفي ما في شيء امي بكره بتجيب لي شوية جبصين مشان طين البوري، حتى ما ينفي الدخان تقبرني، إيه؟ تذكرني بس بالزمان. سمار
مرت عمي امه هاتوا لنا شويه مازوت لنجرب الصوبه وما حبت تبرمي ابي شويه مازوت عميله هيك للبرمي بقيان بيصف له شوي لانه الله معك يلا دير بالك لا تنقط لي بالاراضي صار لازم نعبي مازوت وانا جاي مرت عمي شوف سياره توزيع المازوت واقفه على باب البناي عبوا منها ايه شفتها بس هالشرشوحه ام خالد تلاقيها بعافيتها يا رب شفتها بعيني دفعت لهم قرشين وقالت لهم لا تعبوا لا لا تعبوا لا بس ما فشرت انا بخليهم يعبوا لي ما دام جايين على اسمها ما بدي يدردروا علي دردره ولا يهمك مرت عمي اللي صاحب شركه المازوت بكره بخليه امني والا ما اخذ لك بتعرف من ام خالد لك شفت على الحسد وضيقه العين بس انا ما رح انسى لياها لسه لا طالع لها جرجرت لي على الجمارك من عيونها عاميص يا احمدي ربك مرت عمي اللي انفتت ب10,000 ليرة شفتي لو ماله ابن بلدي وعد كرامتي وقدر انه ما عندك سوء نية ايه ما كانت انحلت ب200,000 ليرة مصالحة اي نعم ابو فؤاد قرايبك طلع ابن حلال بس لو حلل لي اياها بدون ما يدفعني هالمصاري مرت عمي شغلتك ما كانت قليلة لو ما لبسنا نص الاواعي قبل ما يفوتوا الجمارك كانت مضبضبة هاي مازوت جاهز شو عبيها؟ يلا عندك مرت عمي ما حدا بيعبي المازوت غير فرحان انا ركبت الصوبه وانا بدي اعبي المازوت فرحان شو الريحة؟ ما في شيء مرت عمي ما في شيء قعدش عليها يلا يلا طفي العزبني هون هات خليني انجل اطلع بايدكم شيء ايه هو ليش مطمس راسك انت وياه اعطيني 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 لشوف اعطيتها مازون لك مرت عمي اللي ساعه فاتح للمازون افتحي لي الهواء لك من تحت اعطيها ليجي هلا يجي هون منيك مرت عمي شالي يا دله شوفي خالتي شوفي بلشوا القصف ننزل على الملجأ شالي لك شو شعليت ليش هيك صابيتوا فيني شو هذا اللي صار مرت عمي معلش انا بدبر لك الصوبيا لو اخذت عند البوابيري مو احسن لك لك يا عمي شعلت شو اللي صار شو اللي صار انا بدي اترك تنظيف البيت للمره الثالثه وبدي فوت اتحمم ثالث مره هلا هيدا كله انفجار صوبيا ما قلت الا اربجه لك شو بيكم شو هيدا اللي على وجوهكم مرت عمي هاي شعلت الصوبة خلينا نحدد موعد العرس لك انا عرس بهالصخام يا مرت عمي ما انت قلت بس لتشعل الصوبة منحدد موعد العرس موعد العرس العرس قال لك المكتوب مبين من عنوانه ولي على قامت حظك يا بنتي شو مشحر روحوا انتوا اثنين نفضوا حالكم مشحار برا لا تفوتوا لا تنفضوا حالكم يلا بسرعة وين برا مرت عمي برا بسعى امي خليني اطلع معهم انا نفض حالي كل شحار روح احمي الحمام خالتي خالتي تعالوا ساعدوني هيسا حالي عم بولد يدلي يا امي خالتي وجاء عزيز كتابكم تو
دبريني سمر شوفي بنت خالتك عوض لشوف انا مين. هذا انت شو جابك؟ شو جابني يا قليلة الذوق؟ ما بكفي شمستينا البناية، شرطة رايحة وجمارك جاية؟ كمان تمعطينا بالشحار والوصاخ؟ شوفي لا تطولي لساني، مين قرب عليكي؟ ليش يا فسادة؟ يلي عينك ضيقة. ايه انا عيني ضيقة؟ قولي لي انت بس، شوفي عندك شي دخلك لحتى تضيق عيني علي؟ يا منتوفة وحدة مثلك المنتوفة. ليش؟ شو شايفتيني؟ ناقصني شي خيرات خانم؟ ساعة بأجر بيتي وفوت ناس أشكال وألوان وساعة بهري؟ الحمد لله جوزي كافيني من ما جميعه وبيتي مليان ومنتلي ومو ناقصني شي. تلفزيون عندي، براد عندي، فيديو الحمد لله عندي، غسالة أوتوماتيك بتغسل بتنشف عندي، وجوزي بده يشتري لي جلاية كمان. بقلي لي حضرتك أنا المنتوفة؟ أنا اللي بدي جيب صهر بيت؟ لك يا مبهدلة، قبل ما تحكي هيك روحي شوفي حالك، وقبل ما تفزدي على العالم وتدقي لهون ولهون من غيرتك وضيقت عينك، قولي لحالك جوزك منين عم يجيب هالمصاري؟ لك كله شقفات موظف، معاشه لحاله حق خبز ما بكفيكم، بضل قاعد لي بالبيت سنارة الخاصرة مثل النسوان، إما ورت لورتي؟ من النوم؟ منين عم يجيب لك ويكفيكي؟ ولا سلامة الخرج الناش؟ لا ما عاد ينسكت لك ابدا. خلاص يا حرمي لوفي بقى. ايه طلع على بيتك عشان ما اورجيك. عم تتهجم علي انت بالذات؟ انت بدي خليك تختخ بالحبوس. شايفني حلمه قدامك وعم تتقوى علي؟ يا بضله يا سنات الخاطر. انا بضله اختي ما تطول لساني. عم لي بضله بعدي احسن لك. انا بشوف جوزك بعرف شغلي معه. فرحان هو خلي يضبي. ايه فرحان فوت لجوا اتركني انا بلبس عيوني على المرتشيه هي وجوزها. فوت لتعب البلد دبر لك ابو فؤاد. ما